فشوط الاول في القمه 121 بتفوق النادي الاهلي بهدفين بهدف، مباراه مخالفه لكل التوقعات، مباراه النادي الاهلي سيطر على المغرب وقتها في الشوط الاول عن طريق محمد شريف احرز الهدف الاول، وشيكابالا رد للتعادل ثم احرز محمد شريف الهدف الثاني 2-1 للنادي الاهلي. مش هبتدي بالاهلي بقى وكابتن امير، امير لا هبتدي بالكابتن وليد عشان وليد كان متوتر ومزيد طول الماتش. لا يعني شفت الشوط الاول ازاي؟ يعني خلينا نقول ان كارترون، انا شايف ان كارترون هو البدايه السيئه بتاعته، واحنا قلنا ان دي طريقه لعبه في او عاداته اللي هي الفرق بيسيب مساحه للفرق وبيعتمد على الهجمه المرتده الفرق القويه، لكن الاهلي بيعرف يطلع بكره كويس وينهيها كويس، ما بتقطعش منه في نص الملعب ولا في ثلث الملعب يعني، فبالتالي ما فيش هجمات مرتده لنادي الزمالك. في الوقت اللي احنا قلنا فيه ان في غيابات في النادي الاهلي ولازم استغلال النقطه الايجابيه دي لصالح نادي الزمالك، وبالتالي الطبيعي جدا ان انا اضغط من فوق النادي الاهلي واطلع ارحل فرقتي على نص ملعبي، لكن ده ما شفناهوش. شفنا ان كارتيرون كالعاده سايب الاستحواذ للنادي الاهلي وبيعتمد على الهجمات المرتده، وده مش وقته خالص لان الاهلي مش في احسن حالاته. زائد جنش، انا شايف ان الهدفين بنسبة كبيرة، وطبعا معنا امير طبعا يوضح الموضوع، انا شايف ان جنش مسؤول عن الهدفين بنسبة يعني مش قليلة، بنسبة كبيرة، لكن انا شايف في اللعيبة تقيلة في الملعب، اللعيبة مش عايزة تكسب، اللعيبة مش عايزة تعمل العمق الهجومي، مش عايزة تهاجم، ما اعرفش مالها تكسب النادي الاهلي امتى، هي دي مشكلة كبيرة جدا نادي الزمالك، وهنشوف ايه اللي هيحصل. كابتن امير يعني توافق كابتن ان جنش يتحمل الاخطاء بتاع الهدفين؟ انا هتكلم، بس انا وافق مع كابتن وليد في الكلام، يعني الكلام اللي هو قاله كله بالنسبه لل تحليل الشوط الثاني، تحليل نادي الزمالك. بس هختلف معاه في حته، النادي الزمالك ساعد النادي الاهلي النهارده، انا شايف ان في استحواذ خصوصا بعد الهدفين، قدر النادي الاهلي يستحوذ اكتر، وشفنا كم فرصه ضاعت للنادي الاهلي، شفنا مفيش غير تفوق الاهلي دي. لا يعني انا بقول يا امير اللي هو سايب له استحواذ والاهلي اخطر برضه. تمام بالظبط، يعني فاهم بالظبط، يعني انت سايب الاستحواذ المفروض انت بتقفل خطوطك قبل تخش بالعرض، لا ده انت سايب استحواذ والاهلي اخطر. طب انت هتعمل ايه يا كابتن وليد؟ انا قلت الكلام ده قبل البتاع، قلت قبل اللقاء، قلت ان النادي الاهلي ونادي الزمالك الماتشات اللي زي دي ملهاش مقياس، اللي ملتزم واللي هيلعب منظم واللي هيستغل الفرص هو ده اللي هيخلص الجيم، ده اللي انا قلته قبل اللقاء، وده بالفعل اللي حصل. النهارده النادي الاهلي جاب جول في الدقيقه 21، بعد كده شيكابالا جاب جول عالمي، ماركت شيكابالا زي ما بيقولوا، بعديها على طول المفروض الزمالك يرجع تاني للجيم، النادي الاهلي سيطر، نادي الزمالك معرفش سبب ان هو الان رجع لورا، ليه ما استغلش اساسا الغيابات اللي كانت موجوده مع النادي الاهلي في اول اللقاء، زي ما الكابتن وليد قال ان كارترون قبل اللقاء اللي هو بيدافع بعد كده بيلعب على الهجمه المرتده، مع ان عنده ناس تساعده في ده في بعض الاوقات، زي عندهم سرعات زي بن شرقي وشيكابالا واوباما، لكن انا شايف ان اللعيبه معرفش مجهده، اللعيبه بيلعبوا بخطه الكارترون قايل عليه، زي ما قال وليد كده ان هو كارترون طريقته راجع ورا وبيقفل بيلعب هجمه مرتده، ما ينفعش. انا النهارده هو لما هاجم يا كابتن وليد النهارده لما ابتدى يدوس شويه جاب جول، النهارده بتاع شيكابالا مجهود فردي، معاك حازم امام طالع من وراه، يعني انا بتكلم على الحته الهجوميه، لما ساب الحته الدفاعيه شويه والزون ديفنس ابتدى يهاجم شيكابالا بمجهود فردي، وشيكابالا كان اصلا تفكيره الاول انه هيلعب لحازم امام، واكيد كابتن وليد عارف الكلام ده، لكن لقى فرصه كويسه مع موهبه شيكابالا، مع ان شيكابالا في الحاجات دي مميز جدا، دفاع الاهلي ساعده او دفاع الاهلي ساعده، لكن انا عايز الكره دي تحمل مسؤوليتها على لا صعبه يعني وشنا واقف في الظهر، انا شايف لا خالص، انا شايف ان لما دخل شيكابالا جاب جول زي ده برده شنا موجود في نهايه افريقيا، لكن انا بتكلم ان شيكابالا انا شايف ان هو الجول ده يتحسب لشيكابالا، كلنا نسقف لشيكابالا ان هو مميز في دي ولعيب كويس رغم سنه الكبير، لكن في ماتشات تقيله بتلاقيه موجود، خبراته موجوده، وانا شايف ان هو قادر كمان انه يلعب سنه سنتين كمان، لان هو من الناس بتجري في الملعب كتير النهارده، لكن انا شايف ان نادي الزمالك ما بيستغلش الفرص اللي هي راح بيها، زي مثلا كورنر في اول خمس دقايق برده ما استغلش الحته دي، الهجمات اللي هي بيشتغل شيكابالا، انا شايف النهارده اوباما متعطل شويه ما اعرفش ليه، بن شرقي برضو لما بيروح في الهجمات اللي بيروح فيها ما بينهيش كويس. اقول لك ليه يا امير؟ اقول لك ليه؟
لان المفروض في مدير فني بره. اولا بنشاري انت بتلعبش وينج ليفت، انت قافل على فتوح تماما. تمام. يعني فتوح لو جيت بس هو عمل كروس واحد بس. بالظبط. ليه؟ لان بنشاري عايز يستلم من على الخط، انت المفروض يا بنشاري بتخش لجوه في مساحه عشان زي الهدف اللي جاي. شوف حازم امام فين وشيكابالا دخل لجوه. بالظبط. كان لازم ناحيه الشمال يحصل كده، بنشاري عايز ياخد الكره ويروح يرقص على البطيء. ده ستايل. المفروض انت بتخش لجوه وتسيب فتوح يمسك الخط عشان تعمل عمق هجومي وزياده عدديه جوه ال 18. الكلام ده انا مش عارف هتكسب امتى. ايه اللي محتاجه الزمالك كابتن عشان يكسب الشوط الثاني؟ انا عايز اقول كلمه قاسيه شويه لكن قول براحتك. لا مش انفعال، لكن انا شايف ان كارتيروني السبب. انت منفعل يا كابتن. انا شايف ان 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 كارتيروني السبب في 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 طريقه الاداء في الشوط الاولاني. انا مش اللعيبه اللي كارتيروني، ما هم بينفذوا اللعيبه، زائد ان انت المفروض انت كلاعب في الملعب لازم يبقى عندك حميه برضه. وما هتكسب الاهلي امتى؟ مش موجود خالص. ساسي مش موجود، بن شرقي مش موجود، حازم امام مش موجود في الهجمه بتاع الهدف فقط. عايز اعرف حاجه، محمد شريف جاب جونين، مين اللي ماسك محمد شريف؟ فين المساكين الاثنين؟ في حاجه كمان يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ اول دقيقه يا كابتن وليد لو شفت اللقاء، اول دقيقه هجمه ايمن اشرف عمل كروس على الارض، شريف برضه حطها جنب العارضه. طيب مين اللي ماسك شريف؟ ما انا عايز افهم. في الونش وفي محمود علاء. اي واحد فيهم الراجل ده جاب جونين. طيب مين المساك بتاعهم؟ يعني اللي ماسك الراجل ده فين؟ فانت بتتكلم عدم التزام في الملعب، عدم التزام في الملعب من ناحيه التكتيكيه في الملعب. اللعيبه بتستلم، دي بتاعت اللعيبه دي يا كابتن وليد، دي خبرات اللعيبه. أيوة. بتتكلم برضه نير، وبعدين خبرات ايه ده؟ انت ازاي يعني انت بتلعب الاهلي؟ نص ملعب الاهلي، والاهلي مش في احسن احواله، امال هتكسب امتى؟ نص ملعب الاهلي هو تفاوض يعني الثنائيه. ايوه اوباما ملوش وجود. ما انا بص انا هعدي لك حاله اللعيبه اللي بتفتكر، قلت لك حاله اللعيبه في الملعب. عندك بن شرقي، عندك اوباما، عندك ساسي، عندك الاثنين المساكين، امال هتلعب بمين؟ مروان حمدي، انت هتلعب بمين؟ حاله اللعيبه نادي الزمالك النهارده في الشوط الاولاني زائد كارتيرون صفر. بس ده هيتغير يا كابتن اعتقد، لان نادي الزمالك طبيعي، نادي الزمالك نادي كبير وعنده لعيبه مميزه ولعيبه عندها خبرات، طبيعي ان انا النهارده يبقى في رد فعل من نادي الزمالك. في مشكلتين، يا اما نادي الزمالك يرجع للجيم تاني، يا اما تحصل مشكله كبيره جدا في الهجمه المرتده. اللي مشكله الزمالك ايه؟ اللي هو بيلعب فعلا على رد الفعل. بالظبط. ما انت الشوط الاولاني انت بتلعب على رد الفعل ليه؟ بالظبط. انت فين الفعل؟ طب الطريقه هتتغير في الشوط، يعني مثلا مين اللي ينزل؟ هو هيبقى في تغييرات، لكن انت هتنزل زيزو مثلا مكان مين؟ هتنزله بمكان بن شرقي مثلا؟ لو هو تعمل تغيير بتعمل تنشيط، لكن مش هتطلع شيكابالا، مستحيل، الراجل ماشي زي الفل. هتنزل زيزو، هو ده التغيير اللي وقتك يا كابتن وليد. انا بقول لك لو فكرت هيعمل، هتطلع بن شرقي وتنزل زيزو خلاص، وزيزو برده جناح، يعني جناح اللي هو ما بيدخلش من تحت مروان حمدي. هو ليه بنقول مروان حمدي او الفيرود الموجود مش عارف يلعب لوحده؟ طب رايك كيف مروان حمدي؟ لك كابتن وليد برده عايز اقول لك رايك كيف مروان حمدي كابتن النهارده؟ ما هو ما فيش حاجه جات له، بيلعب له كوره، ما فيش حاجه خالص جات له. يعني لا هو بيتحرك وكل حاجه بين المساكين، ولكن الكوره اللي بتروح له فين؟ مفيش حاجه. حاجه كمان يا كابتن وليد، مروان مليار في المية مميز في الكروسات. تمام. انت عندك النهارده مفيش ولا كروس اتعمل. حازم امام الفرصه الوحيده اللي كان ممكن يعمل فيها كروس اللي هو شيكابالا بموهبته بشخصيته قدر ياخد القرار قطع خلاص، هو خلص الجول. تمام. النهارده زي ما كابتن وليد قال ان مفيش فرصه الفتوح ان هو يعمل كروسات، لا غير بيكهام زي ما كابتن وليد قال مفيش مساحه بن شرقي، مفيش مساحه سايبها لابو فتوح عشان يعمل الكورسات دي. زائد ان انت خلي بالك انت النهارده في كورتين خطا من 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 بيكهام النادي الزمالك ما استغلهاش، او بن شرقي ما استغلهاش، واحده طولت منه والثانيه الفينش بتاعه ما كانش كويس. فاللي انا شايف النهارده وجود ايمن، وجود بيكهام في الحته الدفاعيه مهم جدا، ان هو مقفل شويه على حزم، مقفل شويه على فتوح، زائد ان بن شرقي مش سايب مساحه لابو الفتوح. لكن لو انت بصيت على النادي الاهلي النهارده الاثنين المدافعين، وده اللي انا بقول عليها يا كابتن وليد، ان النادي الزمالك مدي فرصه كويسه لان اللعيبه تقدر تتحرك بتاعت النادي الاهلي بشكل احسن وبضغط اقوى وفرص اصعب. بص يا امير، انا مش معنى ان انا دلوقتي برجع فريقي كلها قدام ال 18 واسيب لعيبه الاهلي فاضيه بتتحرك زي ما عايزه يبقى انا كده عامل بدافع كويس. لا، انت ما تعمليش دفاع منطقه قدام ال 18 ولعب مان تو مان في الحته بتاعتك كده تضغط عليه. لكن انا بقى راجع قدام ال 18 طارق حامد وساسي تحت والناس كلها قاعده تستلم وقافشه يلف ويروح زيزو، فين زيزو ممكن يبدا من انت فاهم؟ ماتش مش بطوله يا كابتن، يعني ماتش انت بتلعب على ثلاث لا بطوله بالنسبه لنادي الزمالك، لان ماتش زي ده لازم تكسبه. ماتش لسه بدري مش عامل لا لا هو اللي بيتكلم في ان انت النهارده انت متفوق بكام نقطه بس، يعني تديك فرصه انت بعد الخروج من افريقيا بالشكل ده
وزائد ان انت اول دوري دلوقتي، حتى لو الاهلي كسب مؤجلات وهيبقى فرق 3 بونت، فانت دلوقتي ان انت تكسب تصالح جمهورك بخروج الافريقي، لكن تيجي تخسر برضو النهارده يعني في الشوط الاولاني على الاقل بالاداء ده، لا يبقى انت كده في حاجه غلط. في مشكله كمان يا كابتن، الشوط الثاني، الشوط الثاني لو نادي الزمالك ما 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 ظبطش الدنيا، لانه شايف ان هو ممكن يبدا بناس في الهجوم، انا شايف ان ممكن تعمل مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك في الهجمات المرتده. واحنا شايفين دلوقتي الماتش حالا ابتدي يا كابتن، مش زيزو وسيف، انا عايز اقول حاجه، الاماكن مش محجوزه، الاماكن مش محجوزه لاسماء معينه يا جماعه، اللي ما بيقديش يقعد، اللي اداؤه اللي هو بيمسك الكره الباص 3 4 باصات ورا مش لقدام يقعد. الزمالك ممكن يعدل نتيجه الشوط الثاني يا كابتن ولا صعب؟ بالاداء بتاع الشوط الاولاني صعب، بالاداء بتاع الشوط الاولاني صعب. انا شايف ان هو بالتغييرات دي هيعدل، هي تبقى مشكله كبيره لنادي الزمالك. قبل ما ارديتش على سؤال محمد مراد، جنش مسؤوليته على هدفين. انا دايما ما بحبش اتكلم على حراس مرمى لان انا ببقى حاسس بيه، لكن انا شايف بتحلل، لا بتحلل، شايف ان جنش يعني خبراته وموهبته، انا شايف كل اولاني كان الاستلام بتاع محمد شريف ان هو لما طلع لبره شويه كان لازم جنش يقفل الدقيقه شويه، ده طبيعي. الجول الثاني انا شايف ان كان وشريف بيشوط كان محمود علاء قافل، كان جنش يجي شمال شويه، خصوصا الكره مش راحه في زاويه، مش راحه، هي راحه في نص الجول. يعني امكانيات جنش تمركزات، هي تمركزات بس. الهدف الثاني برضه الهدف اللي هو دخل طبعا، ده هدف طبعا يعني هو طبعا هي البوزيشن اللي واقف فيه ما كانش مظبوط، وده اللي انا بقوله ان انا النهارده بلعب نادي جول النادي الاهلي وجول النادي الزمالك لازم يلعب 90 دقيقه مركز، انت ممكن يجيلك فرصه فرصتين تنقذ. هو زيزو انا شايف مروان اعتقد مروان مروان ومين بقى؟ مروان شيكابالا من الظهر في معقوله؟ لا لا نتمنى لك استمتع بقى الشوط الثاني في متابعه الجيم السابع. انا بنشوف شوط ثاني مباراه الاهلي والزمالك في 120، الاهلي يتفوق بهدفين مقابل هدفين.